طيب هنروح لكرة السلة أيضا بس قطاع الناشئين والناشئات، وكنا الحلقات اللي فاتت حرصنا احنا ان احنا نجيب لحضراتكم تقارير عن الناشئين والناشئات، واللي بيقودهم دلوقتي مستر دانيال بادروس الأسباني اللي مسك رئيس قطاع الناشئين والناشئات في النادي الأهلي. طبعا كل التمارين شغالة كل يوم، الصالة المغطاة اللي هي صالة الشهداء اللي مرحاش هي عبارة عن ملعبين كرة سلة بالنسبة للنصف اللي يخص كرة السلة، نص لقطاع الناشئات والدرجة الأولى سيدات، والنصف الآخر لقطاع الناشئين فقط، الدرجة الأولى رجال بيتمرنوا في صالة الأمير عبد الله الفيصل. مستر دانيال بيبقى متابع التمرينتين هنا وهنا، ومتابع التطورات في كل شيء، وما يعني ما بيتأخرش أبدا في تقديم النصائح والتوجيهات لكل المنظومة سواء مدربين أو لاعبين. كاميرا الأبطال كانت موجودة في قلب النادي، وصورنا مع مستر دانيال هذا التقرير، نشوفه ونرجع لحضراتكم تاني. مر على وجودي في النادي الأهلي شهر، أنا سعيد جدا لوجودي هنا في المقام الأول. كنت أبحث ما بين أكثر من 600 لاعب حتى الآن، ما بين البنات والأولاد من سن تحت 9 سنوات وحتى سن تحت 20 سنة. رأيت عددا كبيرا من المواهب ما بين اللاعبين وأيضا المدربين الموهوبين. أنا هنا حتى أحاول المساعدة ببرنامجي، وسأعطي كل خبراتي للمدربين واللاعبين على قدر قدراتي. رأيت عدة اختلافات بين هنا وإسبانيا من حيث أتيت، ولكن هدفي الأول حاليا هو أن أحصل على مدربين أكثر ولاعبين أقل، وهذه واحدة من الأفكار التي اتفقت عليها هنا مع النادي. أتمنى أن يكون هناك 2 من المدربين مع كل فريق، وتوقعاتي أن يكون هناك ما بين 14 إلى 16 لاعب ولاعبة في الفريق، وذلك كي نستطيع أن نعمل أكثر على التفاصيل ونساعد اللاعبين على أن تحسن من مستواها أكثر وأسرع. التحدي هو أن يتفق كل المدربين والقائمين على النادي مع أفكاري التي أتيت بها إلى هنا، حيث أريد أن أعمل كثيرا على الأساسيات وعلى بقية المهارات المختلفة الخاصة باللاعبين، ولكن التحدي الخاص بي حاليا هو أن أحصل على لاعبين أكثر على قدر الإمكان، وأحاول أن أساعدهم أن يجعلوا اللاعبين أفضل. أجتمع مع كل مدرب على حدة كما أجتمع معهم جميعا، سأحاول أن أشرح أفكاري وما أتوقع وكيف علينا أن نعمل، ثم نتبادل الأفكار، لأن بعض اللاعبين يمتلكون أفكارا جيدة جدا لأنهم على دراية بسلة الأهلي أكثر مني. بطبيعة الحال أتمنى سويا أن نحقق شيئا كبيرا وقويا وأفضل مما مضى. أنا مارست التدريب في نادي برشلونة سنوات كثيرة، ونعاني من نفس مشكلة الأهلي، وهي الرغبة في الفوز طيلة الوقت والحصول على البطولات، ولكن الفوز ليس كل شيء. أنا أعلم أننا جميعا نتمنى الفوز خاصة السن الصغير، ولكن التحسن في الأداء هو أهم شيء. إذا تحسن الأداء سوف يكون لدينا فرصا أكبر للفوز، ولكن الرياضة دائما مكسب وخسارة، ولكن إذا عملنا بجد وجهد سوف تأتي البطولات. ولكن لا أريد فقط الفوز، أريد أيضا أن يتحسن اللاعبين بشكل أكبر. أتمنى مساعدة اللاعبين والمدربين أن يكونوا أفضل، وكل قطاع السلة في النادي الأهلي، ومساعدتهم في الحصول على بطولات كثيرة بقدر الإمكان. هذه هي المرة الثالثة لي في مصر، والثلاث مرات كانت للاتفاق مع النادي الأهلي على تولي المسؤولية وبعدها لإمضاء العقد. أخيرا أنا هنا منذ الأول من أغسطس لبدء مهام عملي مع النادي. لم آتي إلى مصر من قبل، وحتى الآن أحببت المصريين لأنهم رحبوا بي بأفضل شكل ويساعدونني على قدر الإمكان ويسهلون علي كل شيء، فأنا شاكر لذلك جدا. أتمنى البقاء هنا في مصر لسنوات طويلة. احنا حابين يعني كنا نعمل التقييد عشان نوري لحضراتكم، صدقوني النادي الاهلي هو يعني من الوجهات الجميله في مصر. يعني لما تلاقي مدرب اسباني مستر دانيال، وهكلمكم عن اسبانيا في كره السله دلوقتي وايه اللي حصل ومين اللي فاتوا، لما نلاقي يعني مستر دانيال بيتكلم بهذا الشكل عن مصر واللي شافه حلو، اكيد طبعا كان بوابته او النافذه بتاعته اللي دخل من خلالها لمصر هو النادي الاهلي. فاذا بيشكر في كل حاجه، بيشكر في المصريين، بيشكر في الاتموسفير الموجود او المناخ الموجود في النادي الاهلي. وعايز اقول لحضراتكم كمان تعليقا على ده، ان هو عنده هدفين، الهدف الاول هو احراز البطولات، والهدف الثاني هو انه يعمل لعيبه،
وده انا على فكره يعني بحكم يعني ان انا ليا ابن بيلعب يعني، فبروح اتفرج الحقيقه على تمريناته وبشوف قد ايه مستر دانيال موجود ومتواجد من الصبح لحتى بالليل في ارض الملعب. وهدفه الاساسي هو انه مش بس بيوجه اللاعبين ويعلمهم. ليه المدرسه الاسبانيه النادي الاهلي اختارها؟ بس هوريكم ليه. بطوله اوروبا خلصت امبارح، اسبانيا كسبت فرنسا في الفاينل في ماتش رائع، ماتش يعني الحقيقه مش ماتش ابدا ممكن تقول عليه في اوروبا، ده ماتش تقول عليه في الام بي اي، تقول في امريكا، مباراه كانت قويه جدا لدرجه ان باو جازور اللاعب الاسباني اللي مقرب من 40 سنه وكابتن فريق اسبانيا بيحط 40 نقطه امبارح. فرنسا الفريق المرعب الحقيقه اللي ارعب كل الفرق، فرنسا اسبانيا كسبته امبارح. اسبانيا هي سيده العالم في كره السله الان. هي طبعا انا مش عايز اقول لكم انه حتى لوكا عندك لعيبه كتير جدا في الام بي اي مع منتخباتها في اوروبا، بولندا كسبت وطلعت قبل نهائي، بتكلمكم على فرق ومنتخبات قويه جدا. بطوله اوروبا هي بطوله مصغره لكاس العالم، ناقصهم امريكا بس، امريكا فقط، مفيش فرقه تانية بره اوروبا قويه. فبطوله اوروبا امبارح اسبانيا بتتوج بطوله اوروبا، وده يعني عايز اقول لكم ان ماتش بدعوا الناس يعني تخش تتفرج على اليوتيوب على مباراه اسبانيا وفرنسا، مباراه قويه جدا، استطاعت اسبانيا امبارح انها تحقق الفوز فيها. بالمناسبه انا عرفت ان مستر دانيال في قطاع الناشئين في برشلونه تقريبا لما كان هو موجود كان بيمرن باو جازول ومارك جازول وهم اطفال، يعني الاخوين مارك جازول وباو جازول اللي لعبوا في او بيلعبوا في الام بي اي. طبعا باو جازول رجع اسبانيا تاني ولكن مارك ما زال بيلعب في الام بي اي. الاثنين اخوات مرنهم مستر دانيال وهم صغيرين يعني اطفال، يعني ما كانوش كبار يعني، ولكن مرنهم وتدربوا على ايده. فعايز اقول لكم ان اسبانيا مدرسه كبيره جدا، وعشان كده هو طالب اثنين مدربين مع كل فريق الحقيقه، وعشان يقدروا يدوا او يعلوا مستوى اللاعبين يبقى في تركيز اكتر في الناحيه الفنيه.